يسعد أوقاتكم طلابي وطالباتي، معكم الأستاذ ياسر، ورح نيجي نكمل اليوم اللي وقفنا عنده بالجزء الأول من الدرس. إيش الأول؟ تمام. آخر كلمة وقفنا عندها الحصة الماضية كلمة إيش؟ السرعة. السرعة مالها؟ وقفنا عند كلمة السرعة الثابتة. تمام، هاي آخر إشي وقفنا عنده. بعد ما عرفنا شو يعني قوة محصلة، هسه بدنا نعرف شو يعني سرعة ثابتة. تمام، تتذكروا زمان لما كنتوا تأخذوا السرعة كانت V بتساوي المسافة، كنا بنرمز لها بالرمز S، أو بدنا نصير نرمز لها بالرمز S، على إيش؟ دلتا تي، صح؟ هاي كانت إيش؟ السرعة بشكل عام. حكينا إنه السرعة دائما قانونها المسافة على الزمن. ممتاز، بس احنا غيرنا الرموز، حكينا انه بدنا نغير الرموز من عربي لانجليزي. طبعا شو وحدة قياس السرعة تعلمناها زمان؟ كانت متر، كانت متر لكل ثانية، هيك كنا بنكتبها صح؟ اللي هي وحدة قياس المسافة على وحدة قياس الزمن. هسه شو رح نعمل؟ وحدة قياس المسافة متر ام على وحدة قياس الزمن اس، فبتصير وحدة قياس السرعة ايش؟ متر لكل ثانية، بس غيرنا إيش الرموز، يعني متر كانت بالعربي عملناها بإنجليزي والثانية بسكند. طيب شو يعني سرعة؟ يعني جسم بتغير موقعه بالنسبة إيش للزمن. تمام، وهي قانونها وكل شيء تمام. طيب لما نيجي نضيف لكلمة سرعة ثابتة، كلمة ثابتة شو يعني؟ انه الجسم يقطع ازاحات متساوية في ازمنة ايش؟ متساوية. يعني انا بقطع كل 10 متر بقطعهم بثانية واحدة، بظل هيك طول الطريق، انه انا كل 10 متر بقطعهم بثانية واحدة. تمام، ما بيصير انه يصير 10 متر بقطعهم بخمس ثواني، لا خلص كل 10 متر بثانية. هيك شو بسمي حالي؟ انه قاعد اتحرك بسرعة ثابتة. طيب، وتوصف السرعة لما أنا بتحرك بهاي الطريقة بأنها السرعة مالها منتظمة. تمام، تعالوا شوفوا السيارة. هنا بداية الحركة، يعني سرعة السيارة كانت 0، إنه السيارة واقفة. تحركت 20 متر، تمام، بزمن شو مقداره؟ ثانية واحدة. يعني مشان أتحرك من النقطة A للنقطة B استغرقت ثانية واحدة، ومسافة كم؟ 20. إذا لو حقلنا بدنا نحسب السرعة شو بتساوي من القانون اللي هون؟ المسافة 20 على 1، وبتساوي 20 متر لكل ثانية. ممتاز. طيب لو جينا على الجزء الثاني من النقطة B للنقطة إيش؟ C، لو حكينا هاي بالجزئية هاي مشان تنتقل السيارة من B ل C، كم استغرقت زمن؟ نحكي 2 ناقص 1، 2 هاي بنجيبها هون، ناقص 1 شو بتساوي؟ 1 ثانية. يعني مشان ننتقل من B إلى C احتجت ثانية كم؟ 1. قطعت المسافة كم؟ 20. إذا هنا في داعي نحسب؟ لا، مباشرة في شو بتساوي؟ 20 متر لكل ثانية. يعني السرعة مالها تغيرت؟ لا، ظلت زي ما هي. فشو يعني ثابتة؟ إنه قيمة السرعة لا تتغير، يعني بيقطع إزاحات متساوية، وانقطع 20 20 في أزمنة متساوية بثانية واحدة بثانية واحدة. هسا المفروض إنه يكمل زي ما هو، إنه بده يقطع مسافة 20 في ثانية واحدة، بنحكي 3 ناقص 2 كم؟ 1. فإذا انقطع هاي المسافة برضو اللي طولها 20 أو مسافتها 20، و في زمن مقداره كم؟ 1 ثانية. تمام؟ فإذا السرعة هنا 20، هنا 20، هنا 20. مقدار السرعة يتغير؟ لا. فمعناها إيش؟ إنه الجسم يتحرك بسرعة مالها ثابتة. شو يعني سرعة ثابتة؟ يقطع إزاحات متساوية في أزمنة مالها متساوية. طيب،
نرجع نشوف كيف بدنا نحسب السرعة الثابتة من خلال القانون اللي حكيناه. S أو إيش أو دلتا إكس، الثنتين راح يعبروا لي على نفس الإشي، تمام؟ فV بتساوي دلتا إكس على دلتا تي. هاي الإزاحة المقطوعة، وبشو راح نقيسها؟ بوحدة إيش؟ المتر. وهاي المدة الزمنية، زي ما كنت أعمل في السيارة لما كنت بحكي إنه 3 ناقص 2، صح؟ كنت بحكي إنه هاي 1 ثانية. طيب شو هي 1 ثانية؟ اللي هي دلتا تي. فهنا نفس الفكرة، دلتا تي اللي هي المدة الزمنية، بشو راح نقيسها؟ بوحدة الثانية. طيب الدلتا، أي دلتا راح تشوفوها بحياتكم؟ راح تكون النهائية F ناقص إيش؟ الابتدائية. بتلاحظوا نهائي ناقص ابتدائي دائما، وين ما راح نشوف دلتا يعني هي التغير في الموقع، راح نشوف نهائي ناقص ابتدائي، تغير في الزمن، الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي، تمام؟ طيب وقلنا السرعة شو وحدة قياسها؟ متر لكل ثانية. طيب لما بحكي لكم هي كمية متجهة، شو يعني؟ إنه إلها شغلتين، مقدار واتجاه. يعني لما بحكي سرعة السيارة بتمشي 5 متر لكل ثانية، شو يعني؟ حكيت مقدارها، لو حكيت باتجاه الشمال فشو بصير؟ إنه السرعة حددت لها مقدار واتجاه. كونه هسه احنا عادة بالشتوية بنصير ننتبه للنشرات الجوية مشان ندور على عطل وتأخير وهذا الحكي، راح تسمعوا انه سرعة الرياح مثلا 20 كيلومتر بالساعة باتجاه الغرب. فعشرين متر او 20 كيلومتر لكل ساعة، هذا مقدار السرعة. الغرب هو اتجاه ايش؟ السرعة. طيب تعالوا نشوف المثال اللي قدامي. بدنا نحله. بحكي لي يقطع أحمد بدراجته الهوائية مسافة 40 متر خلال 8 ثواني، احسب سرعة الدراجة. أستاذي دائما بالأسئلة هاي بدنا نحلهم بطريقة، مشان شو ما كان وشو ما تغير السؤال بيكون عندي قاعدة ثابتة بمشي عليها. أول إشي في كلمات دلالية بهذا السؤال، إنه ما عندي كلمات دلالية غير إيش؟ احسب السرعة، تمام؟ إنه بده السرعة، هذا مطلوبه. بس في أسئلة ثانية راح نشوفها في كلمات بدلنا على إشي. طيب هذا أول إشي. ثاني إشي بجيب المعطيات، بنحكي إنه المسافة دلتا إكس كم بتساوي؟ 40 متر. طيب خلال كم؟ 8 ثواني. بنكتب تي بتساوي 8 ثواني. طيب الخطوة اللي بعدها شو راح نعمل؟ نتأكد من الوحدات. هاي الإزاحة وحدتها متر، تمام. الزمن وحدته ثانية، تمام تمام. فهسه شو بنعمل؟ بنرجع نكمل حل السؤال. طالبني السرعة، بنكتب قانون السرعة. في شو بتساوي؟ دلتا إكس على إيش؟ دلتا تي. دلتا إكس كم؟ 40 على تي أو دلتا تي تساوي 8. 40 على 8، 5 متر لكل ثانية، تمام؟ لو حكالي يقطع أحمد بدراجته الهوائية أو يتحرك أحمد باتجاه الغرب بدراجته الهوائية، بنحكي 5 متر لكل ثانية باتجاه إيش؟ الغرب، تمام؟ هذا السؤال تطبيق مباشر على قانون السرعة. حكينا المهم تكونوا عارفين إنه لما بحكي سرعة ثابتة يعني مقدارها ما بتغير، دائما راح يقطع نفس الإزاحات نفس المدة الزمنية. طيب تمام، هسه بعد ما حكينا عن سرعة ثابتة، دائما كنا بنحكي عن السرعة بعدها يجي مباشرة، دائما كل ما بنحكي عن سرعة بيجي مباشرة بعدها تسارع. طيب سرعة فهمنا ثابتة يعني بتقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية. طيب لو إجينا تسارع ثابت، تعالوا نشوفه بالأول. كلمة تسارع لشو كانت بتدلنا؟ كلمة التسارع لشو كانت بتدل؟ كانت بتدل إنه A كنا بنرمز لها بالرمز تاء، التغير بالسرعة
على التغير في الزمن، صح؟ هذا زمان كنا بنحكيها هيك، بس هسه احنا كيف بدنا نحكيها؟ انه A اللي هي تسارع تساوي التغير في السرعة على التغير في ايش؟ الزمن. ممتاز. طيب هاي مباشرة بدون ما تطلع على القانون، دلتا شو يعني؟ انه في اف، في النهائية ناقص في الابتدائية على تي النهائية ناقص تي ايش؟ الابتدائية. برافو عليكم، خلص انه هاي صارت فكرة عامة عندكم، ما بتحتاجوا انه شو هاي وكيف، خلص ما في داعي مثلا نحفظ هذا الحكي، خلص انا حافظ هذا خلص بكفيني، لانه الاستاذ ياسر فهمني الجزء الثاني شو هو، صح؟ طيب فاذا التسارع شو هو؟ هو التغير في السرعة على ايش؟ الزمن. التغير في ايش؟ في السرعة. اذا كانت سرعتي ثابتة سي قبل شوي يعني راح يكون عندي تسارع. طيب حكينا ثابتة يعني السرعة ما راح تتغير، يعني لما بدي أحسب التغير السرعة النهائية بتساوي ابتدائية. ممتاز، زي الحصة الماضية لما حكينا القوة عكس بعض، يكونوا متساويات بتكون القوة المحصلة صفر. هون إذا السرعة ثابتة معناته هذول الثنتين متساويات، يعني السرعة كم تغير فيها؟ صفر. فمعناته صفر تقسيم أي شيء كم؟ صفر. تمام. فإذا لما بيكون عندي سرعة ثابتة، سرعة ثابتة شو بعطيني؟ تسارع صفر. إذن شرط مشان يكون عندي تسارع لازم يكون عندي سرعة إيش؟ متغيرة. مشان يكون عندي تسارع تمام لازم يكون عندي شو؟ سرعة متغيرة. وبنقدر نحسب التسارع من خلال العلاقة A اللي حكيناها، دلتا V على دلتا T. طيب تعالوا نشوف، ما بدنا نكمل هناك، انتبهوا معي هون مشان تصيروا تحددوا وحدات اي كمية بالفيزياء لحالكم. نيجي وحدة A شو هي؟ والله استاذ انت حكيت لنا انه السرعة وحدتها متر لكل ثانية، وحدة الزمن ثانية، يعني هاي نفسها كأني انا بدي اكتبها متر على ثانية في واحد على ثانية. شو بتصير؟ متر لكل ثانية تربيع، هاي ضرب واحد وهذول ضرب بعض، فتصير متر لكل ثانية تربيع. إذن وحدة قياس التسارع شو هي؟ متر لكل ثانية تربيع. وبرضو نفس الاشي هي ايش؟ كمية متجه، يعني إلها مقدار واتجاه. تمام، شفتوا لما بتكونوا مركزين وبتراجعوا راح تقعدوا تربطوا بالأفكار لحالكم، يعني بتصيروا أنتوا عارفين شو بدي أحكي. تمام، وهذا الاشي اللي بدي إياه منكم، إنكم تكون عندكم تخيل وقادرين تعرفوا شو فيه لقدام. تمام. طيب هسه خلينا نيجي للشكلين هذول، سيارتين بتحركوا بسرعة. تمام، الأولى بتلاحظوا إنه V كانت 10، بعدها بوقت رجعت 10، وهون ظلت 10، يعني السرعة مالها ثابتة. تغيرت هون؟ لا. طيب أنا في داعي أحكي لكم؟ ممتاز، برافو عليكم، عرفتوها إنه لحالها لحالكم إنه إيه شو بتساوي؟ صفر. ليش يا أستاذي؟ ممتاز، السرعة ثابتة يعني تسارع إيش؟ صفر. لأنه لما بنحكي إنه دلتا في بتساوي في أف ناقص في آي وبتساوي 10 ناقص 10 صفر، فأي شيء مقسوم على نقسمه من الصفر هو صفر، فإذا التسارع صفر بهذا الشكل. تمام، نيجي على الجسم إيش؟ الثاني أو السيارة الثانية. بس قبل كونه حكينا عن السرعة الثابتة، كلمة سرعة ثابتة هاي حكينا المرة الماضية شو يعني؟ شو بتكون المحصلة؟ برافو عليكم، إنه المحصلة هون بتكون صفر. ليش يا أستاذ؟ لأنه سرعة الجسم إيش؟ صفر، التغير في السرعة صفر، إنه سرعته ثابتة. تمام؟ هذا التفصيل راح نعرفه أكثر لقدام، بس هسه إنه برافو عليكم عرفتوا إنه من كلمة سرعة ثابتة عرفنا إيش؟ إنه محصلة القوة على السيارة كم؟ صفر. طيب نرجع نشوف السيارة الثانية، حكالي سرعتها V1 أو VI كانت 20، 10 صارت كم؟ 20.
السرعة مالها تغيرت. لو جينا نحسب دلتا في شو بتساوي؟ في اف ناقص في اي وبتساوي 20 ناقص 10، هي 10 متر لكل ثانية، صح؟ لو قلت لكم احسبوا لي التسارع فاي شو بيساوي بهذول الثنتين؟ اي شو راح تساوي؟ دلتا في اللي هي كم؟ لو افترضنا انه الزمن لهون كم؟ تمام. فهسه لو جينا بدنا نحسب التسارع راح يطلع له قيمه، لانه انا عندي 10 تقسيم التغير في الزمن، تمام، له قيمه. ولو جينا هون برضو نفس الاشي، راح نحسب دلتا في، في داعي نحسبها؟ 30 ناقص 10 كم؟ 10 متر لكل ثانيه. فايه شو بتساوي؟ 10 على الفتره الزمنيه، تمام. ف بهاي الحالة إذا كانت A بنسميها واحد و A اثنين، إذا A واحد بتساوي A اثنين، فهذا شو يعني الحكي؟ إنه التسارع ثابت، صح؟ التسارع تغير؟ لا، فمعناها شو؟ ثابت. أي إشي لما بحكي لكم كمية ثابتة معناته التغير فيها كم راح يساوي؟ صفر. طيب، في أي الشكلين السابقين تكون القوة المحصلة تساوي صفر؟ جاوبنا عليه لحالنا، صح؟ وانتو جاوبتوه لأنه حكيت سرعة ثابتة، هو لحاله. فأي الشكلين؟ الشكل الأول عرفتوه لحالكم، فبرافو عليكم. وسبقنا أنه إحنا جاوبنا قبل ما هو إيش يسألنا. فهاي هي الطريقة اللي أنا بدي إياها منكم، أنكم تصيروا تسبقوا بالمعلومة قبل ما هو إيش يطلبنا. طيب، بنرجع نشوف السؤال الثاني. يبدأ قطار حركته من السكون. أها، بلش يحكي لي حكي كلمات غريبة. من السكون بخط مستقيم بتسارع ثابت. شو يعني تسارع ثابت؟ إنه التسارع ما راح يتغير قيمته. طيب، باتجاه إكس الموجب. وين اتجاه إكس الموجب؟ هذا محور إكس، إكس واي، صح؟ فهسا إكس الموجب وين هو؟ محور إكس هيك. يعني هذا شو؟ اتجاه الحركة. طيب، فتزداد سرعته لتصبح سرعته كم؟ 16 متر لكل ثانية خلال 4 ثواني. طيب، أول إشي حكينا بنقرأ السؤال وبنطلع الكلمات الدلالية منه. اكتشفنا إنه حركته من السكون كلمة غريبة، فمعناته بدأ، يعني سرعة مالها ابتدائية. شو راح تساوي؟ من السكون يعني سرعته الابتدائية بتساوي 0 متر لكل ثانية، انه جسم ساكن. بدأ الحركة من السكون، يعني في اي بتساوي كم؟ صفر. طيب، فتزداد سرعته لتصبح، يعني هاي في اف كم؟ 16 متر لكل ثانية. برضو معطيني ايش السرعة مشان تتغير من اي الى اف؟ اعطاني زمن اللي هو دلتا تي بتساوي كم؟ 4 ثواني. حكالي احسب التسارع. طيب، من 0 ل 16 يعني السرعة مالها تغيرت، واحنا حكينا اذا لازم الجسم يتسارع معناه لازم يكون عندي شو؟ تغير بالسرعة. هنا في عندي تغير، ممتاز، عندي تغير، في عندي فترة زمنية، عندي معناها نجي على قانون التسارع. A بتساوي دلتا V على إيش؟ دلتا T. الدلتا مباشرة بنعوضها VF ناقص VI ناقص TF ناقص TI، تمام؟ لو افترضناها انه خليناها دلتا عادي كمان بيصير، فبتساوي 16 ناقص 0 على 4 ناقص 0، فبتساوي كم؟ 16 على 4 وبتساوي 4. شو الوحدة؟ متر لكل ثانية تربيع. طيب، وين اتجاه السرعة أستاذي؟ حكالي هون باتجاه إكس الموجب، فالتسارع سرعته كمان مالها زادت، كانت 0 صارت 16، معناها A وين راح تكون؟ باتجاه إكس، باتجاه إكس الموجب، تمام؟
يعني ظلوا الثنتين بنفس الاتجاه، السرعة والتسارع. هيك بنكون عرفنا السرعة الثابتة، وإذا في عندي سرعة ثابتة معناته التسارع صفر، تمام؟ سرعة ثابتة، تسارع صفر، تمام؟ سرعة متغيرة، عندي تسارع. إذا كانت التسارع بيكون ثابت، يا إما هو بحكي لي بالسؤال أو أنا بشوف إنه ثابت، قيمته ثابتة ما بتتغير بين فترة وفترة، تمام؟ فهيك خلصنا مفهوم السرعة الثابتة والتسارع، عرفنا شو الفرق بيناتهم. ضروري تكونوا عارفين لما يكون الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، معلومتين صرنا عارفينها، محصلته صفر، المحصلة القوة عليه صفر، وتسارعه كم؟ صفر. ولما يكون عند الجسم إله تسارع معناها لازم تكون سرعته مالها متغير. طيب تعالوا نشوف نيوتن كيف ربط هذا الحكي، كيف ربط هذا الحكي بالحكي اللي احنا قاعدين نحكيه بقانون نيوتن ايش الثاني. بتشوفوا انه قانون نيوتن الثاني راح يربط لي اف القوة المحصلة مع التسارع، تمام؟ حكينا احنا بالقانون الاول انه دائما المحصلة اذا كانت بتساوي صفر فالجسم ما بغير من حالته الحركية، لكن اذا الجسم كانت محصلته لا تساوي صفر فبتتغير حالته الحركية. يجي حكى نيوتن ليش بنظل نحكي لا تساوي صفر، لا خلينا نشوف شو بيساوي. فإجا كتب علاقة واكتشف ان التسارع الجسم يتناسب تناسبا طرديا مع القوة المحصلة. يعني شو يعني تناسب طردي؟ انه كل ما بيزيد التسارع راح تزيد القوة المؤثرة، كل ما بزيد القوة المؤثرة على الجسم راح يزيد تسارعه، تمام؟ فإجا صاغلنا هذا الحكي بعلاقة رياضية اللي هي F بتساوي M في A. F اللي هي القوة، هاي قوة محصلة، هاي مجموع F كاملة، تمام؟ الـ A، الـ A اللي هي تسارع زي ما كنا عارفين، والأم هي إيش؟ كتلة الجسم، تمام؟ طيب بس استاذي هسه في شغلة بدنا نعرفها مع بعض، إنه أنا القوة رمزها F. طيب لو حكيت لكم شو وحدة قياس القوة؟ شو وحدة قياس القوة؟ هي نيوتن، تمام؟ لو حكيت لكم نيوتن شو بتكافئ؟ زي ما كنا بنساوي بالسرعة والتسارع، بشوف وحدات الأشياء اللي جواته. كتلة الجسم راح نقيسها بالكيلوغرام، تمام؟ هاي أم بنقيسها بالكيلوغرام، فضرب التسارع راح نقيسه بالمتر لكل ثانية تربيع. يعني أستاذي أنا بدل ما أظل أحكي هذا الحكي كله اختصرناها بN. هذه شو هي N؟ وحدة قياس إيش؟ القوة. فوين ما بشوف N راح نربطها بنيوتن، لأنه أصلاً نيوتن يعني فضله بهذا الموضوع كبير، لهيك إحنا سمينا الوحدة باسمه. فوين ما بنشوف قوة بدل ما نكتب هذا التعبير كامل راح نكتب إيش؟ نيوتن. بس لو أنا حكيت لكم إنه نيوتن شو بتكافئ، تيجوا على القانون تحكوا والله وحدة قياس الكتلة كيلوغرام، وحدة قياس التسارع متر لكل ثانية، بنضربهم مع بعض بيطلع لي شو بكافئ نيوتن. طيب تمام، بتلاحظوا على العربايتين اللي هون إنه كانت عندي F وكان عندي صارت 2F، يعني أنا ضاعفت القوة مرتين. شو راح يصير التسارع؟ راح يتضاعف مرتين. بتلاحظوا انه M ظلت زي ما هي. بنشوف الشكل الثاني انه انا M و F و A صارت M على 2، القوة الكتلة مالها قلت لما بس القوة ظلت زي ما هي. شو راح تتوقع يصير بالتسارع؟ راح يزيد، تمام؟ لما احنا بنقلل الكتلة التسارع راح يزيد. لما أنا بقلل إشي وبزيد إشي شو العلاقة هاي بتكون؟ عكسية. ممتاز، إنه العلاقة بين السرعة والتسارع، بين التسارع والكتلة شو بتكون؟ علاقة
عكسي. طيب بنيجي نكمل. حكالي انه هاي زي ما احنا حكينا قوة محصلة المؤثر وتقاس بوحدة نيوتن، وقلنا نيوتن شو بتكافئ؟ مباشرة كيلو جرام وحدة قياس الكتلة في متر لكل ثانية تربيع وحدة قياس التسارع. أيهم. طيب يعني استاذي اي كتلة بتكون موجودة لازم احولها للكيلو جرام، واي تسارع موجود لازم يكون بالمتر لكل ثانية تربيع. طيب تعالوا نشوف السؤال على هذا القانون اللي هو خلينا نكتبه هون قدامنا مش هيظل قدامنا، مجموع F بيساوي M في A. تمام؟ فبنيجي يحكي لي احسب القوة المحصلة اللازمة كي يكتسب جسم كتلته، فبنكتب M بتساوي 15 كيلو جرام مباشرة مشان ما ننساهاش. تسارعا ثابتا مقداره كم؟ 2 متر لكل ثانية، فإيه كمان بنكتبها 2 متر لكل ثانية تربيع. طالبني القوة المحصلة، بنكتب قانونها أم في إيه. قبل ما أعمل أي شيء شو لازم أتأكد من الوحدات؟ هاي بالكيلوغرام تمام، وهاي متر لكل ثانية اللي هي تسارع تمام، إذا بقدر أعوض براحتي. فبنيجي نحكي 5 في 2 بتساوي 10، الوحدة شو؟ برافو عليكم، بس ما تكونوا طليتوا فوق اللي هي نيوتن. فإذا القوة المحصلة بتساوي كم؟ 10 نيوتن لما يكون جسم وزنه أو كتلته 5 كيلو جرام وتسارع 2 متر لكل ثانية. أستاذ لاحظتوا أنا حكيت وزن وبعدين حكيت رجعت حكيت كتلة، تمام؟ في فرق بين الوزن والكتلة، في فرق بيناتهم راح نعرفه لقدام. هسا بنرجع لسؤال ثاني أو مثال ثاني يحكي لنا تؤثر قوة مقدارها 20 نيوتن. قوة مقدارها كم يا أستاذي؟ 20 نيوتن. شو أول شيء نعمله؟ برافو خلص أخذت قيمة مباشرة أكتبها قدامي مشان ما أنساها، شيء 20 نيوتن ما بدون ما أنساها. فنحو اليمين، يعني نحو اليمين هيك، قلنا هيك اتجاه اكس الموجب برضه على صندوق فتحرك. احسب تسارع هذا الجسم اذا كانت كتلة الجسم تساوي 5 كيلو جرام. حكالي 1 القوة نفسها المؤثرة عليه اذا كانت ام بتساوي 5 كيلو جرام مباشرة. نيجي على القانون، هذا طبعا القوة المحصلة، نيجي على القانون اف بتساوي ام في ايه. طيب هو طالبني شو؟ طالبني A، فإذا A شو راح تساوي؟ نقسم على M نقسم على M، أما M مالهم بروح، فبتصير A شو بتساوي؟ شو راح تساوي؟ مجموع F على إيش؟ M. طيب بتلاحظوا هسا بنرجع نكمل نيجي نعوض، نتأكد أول شيء قبل التعويض من الوحدات 20 نيوتن، نيوتن وحدة القوة تمام، الكتلة بالكيلوغرام تمام. فإذا نحكي 20 على 5 شو بتساوي؟ 4 متر لكل ثانية إيش؟ تربيع. تمام؟ إذا تسارعه لما كانت كتلته 5 كم؟ 4 متر لكل ثانية تربيع. طيب نيجي للفرع الثاني، حكالي لما تكون أم تساوي 10 كيلو جرام الكتلة مالها زادت. تذكروا قبل شوية شو حكيت؟ انه انا الكتلة قلت معناها ايش؟ التسارع شو راح يصير فيه؟ يزداد. يعني اذا التسارع طلع معي اقل من هذا الحكي معناته ايش؟ اللي غلط. تمام؟ بدنا شوية منطق، الفيزياء الحلو فيها انها فيها اشياء كثير بالمنطق، يعني ممكن نتخيل او هيك بيطلع معنا الموضوع انه صح. طيب فأم بتساوي 10 كيلو إيش؟ جرام. نأخذ المعادلة هاي نفسها نستفيد من حالنا قبل شوي. A بتساوي summation لأف أو مجموع F على إيش؟ A، أو مش A،
نكتبها مرة ثانية. مجموع F أو A بتساوي مجموع F على M، وبتساوي مجموع F كم؟ 20. القوة نفس المحصل على M كم؟ صارت هكالي 10، هيها 10. فشو بتساوي؟ صفر مع صفر بيروح 2 متر لكل ثانية تربيع. حلنا صح، برافو عليكم أستاذي. ليه؟ لأنه التسارع كان لما كتلته كانت 5، تسارع كان 4، زدنا كتلته صارت 10، تسارع كم صار؟ 2 متر لكل ثانية تربيع. إذن التسارع يعتمد عكسيا على إيش؟ الكتلة. لو حكينا بالسؤال هيا شوفوا ماذا يحدث للتسارع بسبب زيادة كتلته، حكينا يقل التسارع. ليش؟ لأنه يعتمد عكسيا على إيش؟ السرعة، على الكتلة. فإذا حطها بين قوسين، يعتمد تسارع الجسم عكسيا على كتلته. تمام؟ طيب نيجي نشوف هسه اللي بعدها. هسه نيجي على مثال نربط فيه أفكار اللي أخذناها بالدرس. تمام؟ الأفكار هاي اللي إحنا أخذناها بالدرس هسه بدنا نيجي نشوف شو هي. سرعة وتسارع وقوة، خلينا نشوفهم بسؤال واحد. نيجي حكالي أثرت قوة محصلة مقدارها كم؟ 50 نيوتن. قلنا مباشرة كل ما أشوف إشي بكتبه مشان ما أنسى، 50 نيوتن. في جسم كتلته 10 كيلوغرام، فأم كم بتساوي؟ 10 كيلوغرام. فحركته من السكون بتسارع ثابت، فحركته من السكون يعني في آي بتساوي 0 متر لكل ثانية. أستاذ شو دخل هذا بالسرعة بالقوة كيف؟ هسه نشوف أستاذ، تعالوا نيجي. فحركته من السكون، شوف المطلوب تسارع الجسم. قلنا التسارع المعادلة اللي طلعناها قبل شوي اللي هي مجموع F اللي هي القوة المحصلة على الكتلة، حفظته وانتو كمان حفظته صح؟ طيب فبنيجي نحكي 50 على كم؟ الكتلة 10. الوحدات تأكدنا منها انه متر وكيلوغرام، فبعوضهم زي ما هم. فشو بيصير عند الجواب؟ انه الصفر مع الصفر بتطلع عندي التسارع مقداره 5 متر لكل ثانية ايش؟ تربيع. طيب خلصنا الفرع الاول. حكالي سرعة الجسم بعد مرور 10 ثواني، يعني دلتا تي شو بتساوي؟ 10 ثواني. الثانية مضبوطة من بدء الحركة. يعني هسا عرفنا ليش أعطاني في هاي، لأنه هو طلبني في فاينل، في نهائية اللي أنا مش عارفها. كيف بدنا نعمل هسا؟ بنجيب سرعة الجسم وعندي تسارع وعندي زمن، فمعناته نروح على قانون التسارع اللي أخذناه. هذا A بتساوي دلتا V على دلتا T، ومنه السرعة نضربها ضرب تبادلي، فبتصير انه دلتا V بتساوي A دلتا T. بنعرف انه V هاي V النهائية ناقص V الابتدائية على او تساوي السرعة كم؟ 5 في الزمن كم؟ 10 بالمتر لكل ثانية وبالثانية، فمعناته أنا مزبوط. هاي راح تروح. ليه؟ لأنه نعوضها صفر، فأي إشي ناقص صفر بيظل زي ما هو. فبنيجي نحكي V final تساوي أو V النهائية تساوي 5 في 10، 50 متر لكل ثانية. تمام؟ إذن سرعته النهائية بعد ما أثرت عليه بالقوة هاي وأكسبت التسارع اللي معي هون راح تكون سرعته كم؟ 50 متر لكل ثانية. يعني بتلاحظوا انه انا جسم كان ساكن اثرت عليه بقوة محصلة مقدارها 50، ما كانت صفر، يعني كنا بنحكي بالقانون الاول انها لا تساوي صفر، بس هون انا حكيت لكم مقدارها 50. طلعنا تسارع الجسم من قانون نيوتن الثاني، ورجعنا طلعنا سرعة النهائية للجسم اللي بتخلينا نعرف انه ماله كونه في تسارع
فمعناها الجسم تتغير سرعته، لأنه حكينا إذا كان في سرعة ثابتة تسارع صفر. طيب نشوف هسا اللي الصفحة اللي بعدها، أو نبلش بقانون نيوتن الثالث اللي هو آخر موضوع بالدرس. طيب هسا خلينا نرجع نكمل لآخر قانون لنيوتن وآخر جزء بالدرس. بعد ما تعرفنا على قانون نيوتن الأول والثاني، نيجي نشوف قانون نيوتن الثالث. كل هذول القوانين فسروا لي الحركة، فسروا لي شو؟ الحركة. فبنشوف شو قانون نيوتن الثالث بحكي لي، إنه إذا تفاعل جسمان، هذول الكرة B والكرة A، اقتربوا من بعض راح يأثروا على بعض بقوة متبادلة متساوية بالمقدار. يعني القوة اللي بتأثر فيها الكرة A على الكرة B نفسها تبعت B على A، لكن بتلاحظوا هاي باتجاه اليسار وهاي باتجاه اليمين. يعني أي جسمين بتفاعلوا القوة اللي بيناتهم متبادلة متساوية ولكن بعكس الاتجاه، تمام؟ فإذا نيوتن حكى لنا إنه إذا تفاعل جسمان A و B فإن القوة التي يؤثر بها الجسم A في الجسم B تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه القوة التي يؤثر فيها B على إيش؟ A. يعني نقدر نختصره لكل فعل رد فعل مساوي في المقدار ومعاكس في الاتجاه، تمام؟ الاتجاه، يعني لكل فعل رد فعل مساوي بالمقدار ومعاكس بالاتجاه. تعالوا هيو هاي القوة FAB، بتلاحظوا FA وB لوين اتجاهها؟ هاي لليسار وهاي لليمين. طيب أستاذ هذول هيك مش متساويات، السالب غير عن الموجب. أستاذ هاي السالب هون تدل على الاتجاه، يعني أنا هون باتجاه معاكس لهاي، تمام؟ طيب فتسمى إحدى القوى فعل والأخرى إيش؟ رد فعل. يعني هذول القوتين لما يتفاعل الجسم مع بعض في قوة بنسميها فعل وفي قوة بنسميها إيش؟ رد فعل. شروطهن تكون إيش؟ نفس النوع، واحد تنشأان باللحظة نفسها، اثنين وتؤثران في جسمين مختلفين، ثلاث مشان أحكي فعل ورد فعل بدي ثلاث شروط. الأول نفس النوع، يعني قوة دفع قوة دفع، قوة شد قوة شد، قوة كهربائية قوة كهربائية. ما بيصير من قوة كهربائية مثلا لمغناطيسية، من قوة جاذبية لقوة احتكاك، لا، بتكون إحدى القوتين فعل والأخرى رد فعل، حيث أن القوتين شرطها الأول نفس النوع وتنشأان باللحظة إيش؟ نفسها. كيف يعني؟ إنه مباشرة مثلا أنا بدي أضرب الحيط، شو بيخلي إيدي مثلا بتوجعني؟ لأنه الحيط أثر علي نفس اللحظة بقوة على إيدي، مشان هيك أنا حسيت بألم. وتؤثرين في جسمين مالهم مختلفين، لازم يكون في جسمين مالهم مختلفين. يعني ما بيصير أنا هيك مثلا بحكي كرتين، هاي الكرة بحكي إنه فيها فعل ورد فعل، لا، لازم يكون عندي ماله جسمين تصادموا تفاعلوا. طيب بنسميهم زوج فعل ورد فعل، تمام؟ في هذا القانون فادنا كثير بحياتنا، خلانا نفهم شغلة احنا بنعملها كل لحظة. انا هيني هسا عملتها اكثر من مرة، هيني لساتني قاعد بعملها. هذا الاشي احنا انا وانتو اي حدا موجود عمله وبيصير معنا، لكن ما كنا فاهمينه هسا بدنا نفهمه بالمثال اللي حطنا اياه. بالمثال وينه اللي قدامنا، بتلاحظوا انه فسر قانون نيوتن احدى المشاهدات اليومية اللي احنا بتصير معنا بحياتنا. شو هي؟ المشي.
بتلاحظوا انه انا هيني قاعد بمشي، طيب شو بيخليني امشي؟ هو الفعل ورد الفعل. طيب شو استاذ كيف فعل ورد فعل؟ استاذي انا هسه قاعد وانا بدي امشي هيك، باثر على الارض بقوه لورا وهي بتاثر علي بقوه للامام للامام تدفعني. ف عندي هاي القوه انا قاعد اثر فيها على الارض، بتلاحظوا تمام. وهاي القوه شو هي؟ القوه اللي بتاثر فيها الارض على ايش؟ على القدم. اول شيء نتاكد هل هي فعل ورد فعل، جسمين مختلفين القدم والارض، مزبوط. الشرط الاول، الشرط الاول اللي هو هذا مزبوط، نفس النوع، مزبوط نفس النوع. اثنين، تنشأان باللحظه نفسها، كمان نشأوا باللحظه نفسها. فاذا هاي فعل وهاي رد فعل، يعني أنا بالأول أثرت على الأرض بعدين الأرض أثرت علي. فهاي القوة اللي أنا عملتها بالأول اللي هي قوة اللي أنا أثرتها بالأرض بسميها فعل، والقوة اللي من الأرض على رجلي بتكون إيش؟ رد فعل. تمام؟ هذا أحد الأمثلة اللي على تطبيق قانون نيوتن الثالث. مشان هيك هسه من هون رايح لما تصيروا تمشوا تكونوا عارفين انه انت قاعد بتاثر على الارض والارض بترجع تاثر عليك بقوه. بس استاذي في شغله، انه انا هاي اف الحمراء او لا، بدي نفس الالوان تبعات الكتاب، بدنا نحط اف لونها احمر بتساوي سالب اف ايش؟ الخضراء. يعني ثنتين بنفس المقدار لكن مالهم عكس الاتجاه، عكس الاتجاه. تمام استاذي، هيك بنكون خلصنا شرح الدرس الاول، تعرفنا على قوانين نيوتن الثلاث، عرفنا شو تفسير كل واحد بشكل عام، وحلينا عليهم اسئله كمان، ربطنا الموضوع بطريقة انه بدنا نصير اي اشي بنشوفه بحياتنا رح نحسه. تمام؟ طيب كمان استاذي نحكي هيك مثال سريع مثلا على قانون نيوتن الاول. لو انت كنت طالع بالسيارة، تحركت السيارة فجأة، واقفة وتحركت فجأة، شو يصير تحس بجسمك؟ يرجع لورا. طيب استاذ شو السبب؟ ليش انت جسمك رجع لورا؟ لانه استاذ تأثر باشي احنا بنسميه ايش؟ قوة تدفعته للأمام. بس جسمك كان حاب يظل زي ما هو، حاب انه خلص يحكي لك جسمك انا مرتاح بالوضعية في اللي انا فيها، ليش بدك تغيرني؟ فهذا شو؟ لانه الجسم ما بيحب يغير من حالته الحركية، الساكن بده يظل ساكن حسب قانون نيوتن ايش؟ الاول. ولما بتوقف السيارة فجأة بتشوف جسمك ايش؟ طلع لقدام، برضو لنفس السبب، انه جسمك خلص اتحرك، يقول لك خلص خليني متحرك، ليش انت دائما عاكس؟ لما انا اكون ساكن بدك اياني اتحرك، ولما اتحرك بدك اياني اسكن. فبسبب انه القوة المحصلة هي الجسمك خلص حاب انه يكمل، لكن القوة المحصلة المؤثرة عليه بترجعه. تمام؟ طيب وهيك بنكون خلصنا قوانين نيوتن الثلاث. المرة الجاية راح نحل أسئلة الكتاب ونكمل على الدرس الثاني. يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق يا رب. ضروري ترجعوا كل التفاصيل اللي احنا حكيناها، ترجعوا تحلوا الأسئلة. تمام؟ ما تتركوا إشي، والأسئلة اللي أنا حالها ما تشوفوا حلها، جربوا أنتوا حلوها مرة ومرتين وثلاث وتتأكدوا من الحل اللي أنا حله. تمام؟ بالتوفيق طلابي، والله يعطيكم ألف عافية.